لك ربي يبقيك في سلام بكل ما في القلب من لهفة من حب ندعو لك ربي يبقيك في سلام يا جدي نفرح إذ نلقى نحزن لو تغيب يا جامع الأرحام يا جدنا الحبيب نفرح إذ نلقى نحزن لو تغيب يا جامع الأرحام يا جدي يا جدي بكل ما في القلب من لهفة من حب ندعو لك ربي يبقيك في سلام يا جدي يا جدي يا أول الأحباب يا أول الخير وأجمل الأصحاب أجمل الأصحاب يا عالي المقام يا جدي يا جدي بكل ما في القلب من لهفة من حب ندعو لك ربي يبقيك في سلام يا جدي يا الأحفاد ومالئ المجال بأجمل الأحلام يا حكمة الزمان وزهوة الأحفاد ومالئ المجال بأجمل الأحلام يا جدي يا جدي بكل ما في القلب من لهفة أصبحنا شركة مساهمة. هذا يعني أننا وأي واحد منا سيساعد الآخر بحماس واندفاع. بالنسبة للفائدة أنا سأوفر الوقت والجهد للعم خليل وأخدم زملائي. وبالنسبة لي صحيح ليست لدي خبرة بتربية الطيور والدجاج، ولكن سأتعلم وسأوفر لكم 8 بيضات للمطبخ كل يوم بشرط أنا غير مسؤول عن البيضة المكسورة. جزاك الله خيرا. المهم نأكل بيضا من مشروعك يا عبد العزيز. أنا سأوفر لكم 2 لتر من الحليب وأرنبين للملوخية التي يطبخها لنا العم خليل كل أسبوع. الأرانب ستكون كثيرة، يقولون
إن الأرانب تتكاثر بسرعة. فعلاً الأرانب تتكاثر أسرع من الأغنام. إذا اشتريتم الأغنام اشتروا لي نعجة حاملة. فهمت قصدك. لكي تلد النعجة الحامل خروفا صغيرا فيزداد العدد. كما قلت أنا لم أكن فلاحا وأبي ليس فلاحا، وليس من العيب أن يكون أحدنا فلاحا، لذا يجب أن تساعدوني في زراعة الحب لكي أكون فلاحا جيدا. لن نشتري الخضروات من الخارج، سنأكل الخضروات التي نزرعها. أنا سأساعدك لأنني مثلك أحب الزراعة. شاهدتك أخاً مهملاً في الجانب الآخر من المزرعة، يمكن أن ننظفه ونجعل منه مكاناً للورشة. أما الأدوات فوالدي مهندس ديكور، ولدينا في البيت بعض أدوات النجارة، سأستعيرها وأكلم والدي ليجلبها لنا. أنا لدي بعض الأدوات الخاصة بالنجارة، سأعيرها لك يا محمد. كما وعدتكم سأصنع لكم كرسيين وطاولة وخزانة وأصلح المكسورة في المزرعة. أنا عندي اعتراض، ليس كل واحد أبوه مهندس ديكور، يمكن أن يكون نجارا، النجار أبوه نجار. وهل أن آباءكم مزارعون وطباخون ومربو دجاج وأغنام مثل ما تقومون به؟ الواحد فينا يتعلم، أحدنا يعلم الآخر. ما أحتاجه هو بعض الأخشاب والأدوات ولدي بعض الخبرة. لماذا تعترض يا نواف؟ الإنسان النجار لا تلده أمه نجارا، إنما يتعلم. ممتاز يا محمد، آراؤك صحيحة، سنساعدك ونقيم الورشة لك، اطمئن. أما أنا سأحتاج إلى عربة لأنقل فيها الأوساخ، وأحتاج إلى مجرفة ومكنسة، وأحتاج إلى أكياس نايلون ليضع فيها الأوساخ لأرميها خارج المزرعة، فتأتي سيارات النظافة لتنقلها، وستكون مزرعتنا نظيفة دائما إن شاء الله. المكان يصلح للورشة إذا نظفناه. حسن يا محمد، هذا مكانك وأنت مسؤول عنه، أدخل نظفه بنفسك. أنا أخاف لوحدي، ربما توجد أفاعي أو وطاويط. لا تخف يا محمد، لا أفاعي ولا وطاويط. أعتقد أننا نحتاج لمساعدة العم خليل، ما رأيكم ونادي العم خليل؟ هيا لن ننتظره، هيا تعالوا ساعدوني. هيا 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 يا خالد، هيا 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 يا خالد ساعدني على المكان. هيا 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 هيا
يتركوا كل هذا بسرعة، لم يبقى إلا القليل ويصبح المكان نظيفا. لقد كان النواف يائسا من هذا المخزن. طبعا لأني مسؤول النظافة والأنقاض ستكون على رأسي. لا تتذمر يا نواف، نحن سنساعدك، والتعاون ليس فيه من يتذمر. هيا هيا. أفعى أين الأفعى؟ أين الأفعى؟ تكلموا، أين الأفعى؟ أين الأفعى؟ أية أفعى يا عم خليل؟ ألم تظهر لكم أفعى هنا؟ ومن قال لك ذلك؟ محمد جاءني فزعا وأخبرني أن أفعى ظهرت لكم ويطلب النجد. محمد، أين الأفعى يا محمد؟ ألم تقل لي أن أفعى ظهرت للأولاد؟ أين الأفعى؟ كذبت علي. بالحقيقة يا عم خليل، بالحقيقة لا توجد أفعى. لا توجد أفعى، كذبت علي. لا، وإنما أردت استدعائك على عجل لتساعدنا في إفراغ المخزن من الأنقاض والأزبال. العفو يا عم خليل، أنا آسف، لم أقصد الكذب. أتكذب علي وتجعلني أطفئ الطباخ وأفسد الطعام؟ مع الأسف. لماذا فعلت ذلك؟ هذا عمل غير صحيح، أفزعت العم خليل. كيف اختلقت قصة الأفعى؟ أول مرة أرى فيها محمد أن يكذب. أنا لم أكذب، كنت أريد أن يسرع العم خليل في المجيء لمساعدتنا. أنا آسف، كان قصدي المداعبة. عم خليل؟ أنا آسف. لا بأس، بشرط أن لا تكذب علي مرة ثانية. هيا هيا لنواصل تنظيف الكوخ. فقط هذا الذي طبخته اليوم؟ اسأل محمدا. أسأل محمد؟ وما علاقة محمد بالطبخ؟ كذب علي محمد وجعلني أهمل الطعام، فسرقني الوقت ولم أستطع إعداد الطعام كالعادة. عفوا يا جدي، أنا اعترفت بالخطأ واعتذرت له. وما نوع الكذب الذي جعلك تهمل الطعام يا عمي خليل وتحرمنا من وجبة الغداء؟ اسأله. جئت إليه ليحثه على مساعدتنا في تنظيف الكوخ، فتصورت لو أنني أخبرته بأن أفعى كبيرة قد ظهرت لنا سيسرع ولا يتأخر. فافتعلت قصة الأفعى ففزع وأسرع معك فأهمل الطعام. هذا الذي حدث، لكنني اعتذرت له. المهم أنك أدركت الخطأ
الكذب يؤدي إلى خسائر. أخشى أن يتكرر هذا الكذب فنفقد وجبات غداء أخرى. لا لا لا، هذه أول وآخر مرة يا جدي. حسن، اجلس للطعام. وأنت يا عمي خليل، وأنت يا أسامة، تفضل. جزاك الله خيرا يا عم خليل، غداؤنا اليوم سلطة، سلطة فقط. من الغد إن شاء الله لن يكون سلطة فقط. من الغد يبدأ العمل فعلا، يجهز كل شيء، غدا وبعد غد إن شاء الله. الآن أصبح لديك بيتان، بيت للحمام وبيت للدجاج، وهل أنجزناهما بشكل صحيح؟ طبعاً، انظر إلى هذه الخريطة، رسمها لنا العم خليل، طبقناها بالضبط. والصيصان، أين نضع بيت الصيصان؟ صحيح، أين نضعها؟ سمعت العم خليل يقول لا تضع الصيصان الصغيرة عند الدجاجات الكبيرة، لأن الصغيرة لا تتحمل أذى الكبيرة. أين نضعها؟ لا أريد أن تكون البيوت بعيدة عن هنا، أريد البيوت متقاربة كي لا يضيع الجهد في عدة أماكن. ما رأيك أن نضع الصيصان هناك؟ تعال احمله معي، فكرة جيدة، تكون الصيصان هناك. علينا ألا نترك فجوة في القفص، الصيصان صغيرة وربما تخرج من القفص، وربما يأتي قطا كبيرا أو ثعلب في الليل ويختطف الصيصان من داخل القفص. لا تخف، سنبني عازلا يمنع مرور القطط والثعالب. الآن يجب أن نتأكد من وجود الطعام والماء للدجاج والحمام والصيصان. ونواف، يا نواف. من الصباح وأنت تعمل، ألم تفرغ من حمل الأنقاض؟ ماذا أفعل؟ المكان مليء بالأسبان والأنقاض، ومحمد النجار يريد المكان نظيفا. أتريد مساعدة؟ لا شكرا، مبروك على الدجاج والحمام، مشتاقون للبيض كما وعدتنا، دعنا نرى البيضة يا عبد العزيز. قل إن شاء الله، ألا تريد أن ترى الصيصان؟ بعد أن أنتهي من العمل. خايف يا أسامة، لأني لا أعرف تربية الدجاج والحمام، وأخشى أن أفشل فيموت الدجاج. فعلا تربية الدجاج تحتاج إلى رعاية. ما رأيك لو نذهب إلى الجد سعيد ونطلب منه المساعدة؟ فكرة صحيحة، وهو قد وعدني بالمساعدة، لنذهب إليه الآن. هيا. كيف الأحوال يا جدي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي عبد العزيز، كيف حال الدجاج والحمام والصيصان؟ بخير والحمد لله، هذا أول يوم لنا، نحتاج إلى وقت يا جدي. لا بأس، في الأيام القادمة إن شاء الله سنأكل بيض دجاجك وربما الفراخ. إن شاء الله يا جدي. لو سمحت أريد أن أتحدث معك قليلا في أمر مهم. حسن، أسبقان الآن إلى المكتبة وسألحق بكما بعد قليل. ها يا خالد، أعتقد الآن عرفت ماذا تفعل.
نعم يا جدي، أسوي هذه الناحية من الحق ثم أشق مجرى الماء من هذه الناحية. أحسنت، افعل ذلك وساعود لأرى ماذا فعلت بعد أن أفرغ من عبد العزيز وأسامة. تفضل. أنا مصغل لكما. بالحقيقة يا جدي ليست لدي مشكلة، إنما عبد العزيز لديه مشكلة. تكلم يا عبد العزيز. خير إن شاء الله. أنا يا جدي أشعر أني لا أفهم بتربية الدجاج والحمام، وليس عيبا أن الواحد يعترف بالفشل. ماذا تعني أنك لا تفهم؟ هل تعني أنك لا تريد أن تتعلم أو لا تقدر أن تتعلم؟ بالعكس، أريد أن أتعلم، أريد مساعدتك. أنا حاضر، سأساعدكم جميعا، لكن قل لي ماذا تريد؟ أريد عبد العزيز يقصد أن يجد لديك كتابا أو مرشدا ينفعه في تربية الحمام والدجاج والصيصان. اسمع يا عبد العزيز، عندي ما يفيدك من كتب تخص تربية الدجاج أو ما يسمونه تربية الدواجن. هل تعرف معنى الدواجن؟ نعم أعرف معنى الدواجن، كل طيور من دجاج وحمام وبط التي يمكن تدجينها وتربيتها. ممتاز، إذن فأنت تفهم. أما بخصوص الكتب فالموجود منها تخص شركات ومشاريع كبرى لتربية الدواجن، أما بالنسبة لك يا عبد العزيز فمشروعك بسيط لا يحتاج إلا لشيئين. وما هما يا جدي؟ أولا أن تهتم بنظافة بيوت الحمام والدجاج، نظافة المكان ونظافة الطعام والأواني التي تضع فيها الماء، لأن النظافة تمنع الإصابة بالأمراض. وثاني شيء؟ الشيء الثاني أن تكون رقيقا عطوفا على دجاجاتك، تتفقدهن باستمرار، تعتني بنظافة بيوت الدجاج، والباقي على الله. سأهتم بذلك يا جدي. بالإضافة إلى ذلك سأعطيك كتابا فيه معلومات بسيطة عن تربية الدواجن تساعدك على ذلك. خير دليل لنا هو الكتاب، ففي الكتاب
بصحبة الحقيقة وشاهد وقصة وفكرة وثيقة دليل كل من رأى أو لم يرى طريقة ففي الكتاب صحبة الحقيقة وشاهد وقصة وفكرة وثيقة دليل كل من رأى أو لم يرى طريقة لأنه مفتاح كل باب وأفضل الخلال والأصحاب خير رفيق لنا هو الكتاب خير دليل لنا هو الكتاب خير رفيق لنا هو الكتاب خير دليل لنا هو الكتاب. إذا احتجت إلى معرفة أي شيء فعليك الاستعانة بالكتاب والرجوع إلى المكتبة، فلولا المكتبة لضاعت المعرفة. شكرا يا جدي، سأقرأه الليلة، شكرا لك. إذا احتجت أي مساعدة لا تتأخر، تعال إلى هنا حالا. ماذا بك؟ ما هكذا تدخل على الآخرين يا وليد؟ صوتك أفزعني. ثم المفروض تلقي التحية أولا عند دخولك على أحد. عفوا يا جدي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا بك؟ ماذا حصل؟ البقرة. ماذا بها؟ أريدك أن تراها، لا تريد أن تأكل ولا تريد أن تشرب. ربما تكون شبعانة، والشبعان لا يأكل. على كل حال تعال معي لأراها. ترتاح في مثل هذا الوضع. قدمت لها العلف، قدمت لها برميل الماء، ماذا أفعل لها؟ هكذا تصبح الحظيرة فوضى، والبقرة لن تأكل علفها حينما تجد أغرابا معها يشاركونها به. إنها فزعة خائفة. خائفة؟ ممن تخاف يا جدي؟ تخاف وتفزع لأنها مع الأغنام والأرانب والماعز. ضع كل نوع على جهة، ضع البقرة هنا والأغنام والماعز هناك والأرانب هناك. يجب أن تفصل بين كل نوع وآخر. لكن ذلك يحتاج إلى جهد يا جدي. وهل تعتبر أن مربي الأبقار والأغنام لا يبذلون جهدا؟ إنهم